In the towers of Hanoi, Basel, you are given a platform with three bigs A, B, and C sticking out of it. يبقى عندنا قاعدة فيها التلات أعمدة دول A, B, C. On big A is a stack of N discs دول. Each larger than the next. يعني ده أكبر من اللي فوقيه. واللي تحتي أكبر وأكبر وهكذا. The puzzle is to move all the discs from big A توديها big C. Moving one disc at a time so that we never place a larger disc on top of a smaller one. يعني عندنا شرطين. تحريك قرص واحد بالمرة. بكل مرة. ما تحركش اتنين مع بعض. انه اتقال مثلا. والتاني لا تضع قرص كبير فوق قرص اصغر او صغير. عندنا شرطين. Describe a recursive algorithm. طبعا recursive لاني صعب جدا حلها بالiteration. يعني for while ودوال جدا صعب. وده احد فوائد الريكيرشن، بيحل مشاكل يعني شبه مستحيل تتحل بالiteration. طب نعمل ايه لو احنا بنكتب جافا؟ يبقى في public static. لو احنا بنكتب سي بلس بلس ابدا على طول من هنا من void. نسمها مثلا تاور، عدد الاقراص ان عايزين ننقلهم من الاي نوديهم السي بمساعدة البي. يبقى ده قرص مساعد. الاصل ده السورس وده التارجت اللي هتوديله، وده مساعد اوكسيلاري. طب هعمل ايه؟ هقول لو كان ديسك واحد دايما الريكيرجن نبدا كده زي ما يكون عندنا اري، نقول لو الان بواحد رجع الاكس اوف صفر مثلا او اي اوف صفر. لو قرص واحد ننقله على طول سيستم دوت اوت دوت برنت لين موف الديسك فروم، هنحركه من ال A نوديه لل C. ويبقى كده خلصنا لو كان قرص واحد. طب لو كان كتير لازم نستخدم بقى ريكيرجن، نحرك دول كلهم اللي فوق الديسك الأخير N ماينس واحد، يعني تاور N ماينس واحد ديسك، نحركهم من ال A نوديهم لل B بمساعدة ال C. يبقى احركهم من الـ A اوديهم الـ B بمساعدة الـ C. وبعدين يتبقى لي قرص واحد، يبقى نفس ده. يبقى هقول له move disk from A to C. وبعدين الواد شويه اللي موجودين في البي اخدهم كده واحطهم فوق السي. يبقى اقول له تاور الان ماينس واحد اللي موجودين دلوقتي في الاوكسيلاري بيج بي اخدهم من البي اوديهم للسي بمساعده الاي. يبقى هاخد اللي وديتهم عند البي اخدهم اوديهم عند السي. يبقى احنا عملنا ايه؟ خدنا كل الان ماينس واحد وديتهم عند البي، خدتهم من الاي اديتهم عند البي، لازم حاجة مساعدة في السكة سي. وبعدين خدت اللي عند البي كلهم الان ماينس واحد من البي اديتهم للسي. طيب ما هو بمساعدة الاي طبعا، بس انا كنت وديت مين الاول؟ كنت وديت قرص الاخير ده من الاي للسي. هو لو كان واحد كان راح وخلاص، لو كتير اخد الشوية دول احطهم عند البي لغاية ما اودي القرص ده واوديهم فوق. طب قول لي بقى والان ماينس واحد دول اوديهم ازاي؟ ما هو كتير برضه واحنا لازم نلتزم بدول. تحريك قرص واحد بكل مره، لا تضع قرص كبير فوق قرص صغير. ما انا لما نادي بان ماينس واحد هرجع تاني ابدا من الاول، تبقى حدوته من الاول كانها الاصليه. هعمل ايه؟ بغض النظر هم من فين رايحين فين، هاخد برضو كل اللي فوق الان ماينس واحد بقى المره دي. هم مثلا دلوقتي عند البي، هم دلوقتي عند البي وعايز اوديهم عند السي. فاعمل ايه؟ اخد كل اللي فوق اوديهم عند الايه، واخد القرص الان ماينس واحد اوديه عند السي، وانا ارجع الباقي كله دول فوق.
ولسه هرجع الباقي اللي هم ان ماينس 2 ازاي من هنا لهنا من الاول تاني، نعمل نفس الحدوته من جديد. فالريكيرجن عباره عن تحل ايتم والباقي يتحل بالريكيرجن.